العصيان هي دولة عاصية أو دولة مارقة زي ما حضرتك بتقول. نعم. تعلم أنه في مصطلح الدولة العاصية. صحيح. نعم. فهي دولة عاصية بكل معاني العصيان. نعم. خالفت اتفاقات دولية وقعت عليها. خالفت ميثاق الجامعة العربية، جامعة الدول العربية، ويقينا ميثاق أيضا مجلس التعاون لدول الخليج، وكمان ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، فضلا عن ميثاق الأمم المتحدة اللي هو المعاهدة الشارعة. نستف الاتفاقات هنقعد نقول حوادي، يعني هنقعد نحكي 3-4 ساعات. هل